طبعا الموسم المره دي الماراثون حاسس من المؤتمر انه هيبقى مختلف. التنظيم واضح ان هو جيد جدا، مشاركه الناس فعاله جدا. تخيل وزاره الشباب والرياضه مع المجتمعات المدنيه مع الانديه الرياضيه زي النادي الاهلي بتشارك كل ده في عمل خيري باسم الشيخ زايد، وانت عارف مكانه الشيخ زايد ومكانه دوله الامارات في قلوبنا احنا كمصريين وفي قلوب النادي وكل الاهلاويه والنادي الاهلي، وحتى انا على المستوى الشخصي يعني ليه معزه خاصه الشيخ زايد في قلبي انا شخصيا، بما اني من مواليد دوله الامارات وحال دي حاجه بتشرفني بلدي الثاني يعني. فيعني عندنا يعني امل كبير جدا ان اليوم يطلع عظيم، ومن اللي احنا سمعناه طبعا هتبقى ان شاء الله اليوم عالمي. هيسعد كل واحد يشارك في الماراثون ده من كل اختلاف الشرائح والطبقات اللي هتشارك، اذا كانوا ذوي احتياجات او اذا كانوا رياضيين او اذا كانوا منظمين او اذا كانوا اعلاميين، هتبقى حاجه تشرف باذن الله. والله احنا بنتكلم على النادي الاهلي ان هو مشارك ببعثه رسميه المره دي في الماراثون، وده كان حرص مجلس الاداره انه يشارك ببعثه رسميه. احنا عندنا بعثه ما يقرب من 100 فرد مشارك في البعثه، منها رياضيين من الفرق النشاط الرياضي، منها اعضاء من النادي، اعضاء جمعيه عموميه، وكمان ممثله من مجلس الاداره بما ان المجلس كلفني بالمشاركه. فاحنا يعني قررنا ان لازم النادي الاهلي يكون له تواجد في ماراثون زي ده، في حدث كبير زي ده لازم النادي الاهلي يكون له دور. فالحمد لله يعني اعتقد ان احنا تبقى الاضافه الكبيره هي مشاركه النادي الاهلي في الماراثون في نسخته الخامسه ان شاء الله. كانت مره في الاقصر ودلوقتي في الاسماعيليه، اللجنه المنظمه العليا للماراثون اكيد كان ليها عايزه تحط سبوت معين في اختيارها ده، لكن مش عارف بالظبط اشمعنى الاسماعيليه، ولكن احنا ايا مكان الماراثون هيكون فين احنا وراه باذن الله. احنا طالعين ببعثه رسميه بنوفرين فيها قيمه الاشتراك والانتقالات وكل حاجه هناك، بحيث ان احنا ما نتعبش الافراد بتوعنا او البعثه بتاعتنا اللي هتشارك هناك، لان العدد هيبقى ضخم جدا، ما يقرب من 13000 مشارك في الماراثون، فده عدد ضخم جدا. فبالتالي عشان تبقى الامور اكثر تنظيما، فمفروض من على كل حد مسؤول عن مجموعه معينه انه يوفر لهم كل سبل الراحه. فاحنا بندعو طبعا بنوعد طبعا البعثه اللي مشاركه ان شاء الله ان هيبقوا كل سبل الراحه متوفره لهم باذن الله.